فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الأسئلة استشكلت موضوعا واحدا، وهو يقول أحدها، يقول: ذكر شيخ الإسلام في الرسالة نفسها أن من قال سل الله لي فهو مشرك، ذلك في صفحة أن من قال سل الله لي فهو مشرك في صفحة كذا، ذكر الصفحة. يقول في موضع آخر، ردنا على الصفحة نشوف. يقول في صفحة 158، أي شوف، لكن ما أدري حسب الطبعة. الطبعة التي عندي ما أدري. طيب تجاوزها. يقول وفي آخر، في موضع آخر من الرسالة قال: من فعل النصارى والمشركين، وفي درس اليوم قال إن ذلك بدعة، فكيف يجمع بينها؟ وهل هي بدعة ما شفنا شركية؟ ما شفنا الكلام الأول، علشان لازم يجمع كلامه ويقرأ في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.